طول الوقت خايفة إنه تودعني، اليوم أنا عم بودع. أنا اليوم إجيت تهريب عشان أحضر جنازة صاحبتي، طالعة مش عارفة إذا أنا رح أوصل على جنازتها أو مش رح أوصل، ما بعرف. شيرين كان عندها إيمان أعمق بأنه المشهد اللي شفناه اليوم بالجنازة يصير حقيقة. يمكن ما شافت وهي على قيد الحياة، بس شافت وهي على قيد الروح. كانت تشوف هذا المشهد، كانت تشوف أنه تاخدنا على القدس بسيارتها نمشي مع بعض. شيرين كانت دايماً بقولوا لي كيف أنت وشيرين صحبة، هي كتير هادية وأنا كتير مندفعة. كانت دايماً في سواء أول مرة تصوت ولا تاني مرة تصوت ولا ثالث مرة تصوت تبهدلني إنه أنتي ما بتفكري قبل ما تنزلي، أنتي مندفعة لازم شوي هيها فكرت طول الوقت خايفة إنه تودعني، اليوم أنا عم بودع. شيرين قبل ما تسافر دايماً أو أي مشوار بيكون عندها مشوار طويل لازم أروح أساعدها تضب شنطة عشان إذا هي ما حضرت بلها اللبسة راح تاخد كل الخزانة. دايماً لازم تاخد شنطة كبيرة عشان لازم تاخد مخدتها معها، بدون مخدتها ما بتاخدها. فضبينا الشنطة كل شيء تمام، حطينا المخدة الشهيرة تبعتها وإجيت بدي أروح. ليه بتقوم تحضني؟ دفشتها هيك بقولها مالك أنت من إمتى بتحضني؟ طلعت في هيك بتقولي حرة اشتقت لك، قلت لها وات ايفر يعني، وطلعنا. كثير مواقف وقت وفاة اختي، وقت ما صار عندي مشكلة بالشغل، وقت ما انسجنت. ما بدك 3 سنين لاخلص لك حكي عن مواقف هلا شيرين. يعني أنا أهلي ما بنادوها غير بنت علوان يعني، مش بنت أبو عاقلة، بنت علوان. فشيرين ركن ثابت بالبيت، إلها كنبيتها بغرفتي، لما تيجي ممنوع أدخل بغرفتي، لازم قبل ما تيجي أرتب لها الغرفة عشان تتسرسب، إلها مكانها بالبيت وإلي مكاني في بيتها كمان. أول شيء هي أصلاً مبسوطة إنه شعري متبهدل ومش واقف، كانت تضلها تبهدلني على شعري كيف بضله سبايكي وظبطي وهيك. أظن هي أكتر إشي مبسوطة فيه هلأ إنه شعري نازل. كتير حملات إحنا بنعملها لمساعدة الآخرين وعمل الخير، شيرين كانت على السكت لحد يوم قبل ما تنزل على جنين. كنت معلنة عن كيس، فبتقول لي هيهم معي أعطيك إياهم هلأ ولا لا أرجع؟ فبقولها لا ترجع.